حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إلى ما دون 1500 دينار لكل دولار واحد، بعدما انخفضت إلى أكثر من 1600 دينار للدولار الواحد. وسجلت كل من بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 1448 ديناراً، وارتفعت أسعار البيع والشراء في المحال الصيرفية بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1449 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 1448 ديناراً لكل دولار. أعلن مصرف لبنان المركزي أنه سيتبنى سعراً ثابتاً لصرف الليرة أمام الدولار بدءاً من شهر شباط المقبل، وبحسب المصرف فسيكون سعر الصرف 15,000 ليرة للدولار الواحد ضمن محاولات السيطرة على توحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد. ويطبق المصرف حالياً سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، وهو معدل أصبح غير موجود تماماً منذ الانهيار المالي الداخلي عام 2019، والذي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 95% من قيمتها. نفى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان التقارير التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500,000 برميل يومياً. وأكد الوزير السعودي أن خفض الإنتاج الحالي لأوبك بلس والبالغ مليوني برميل يومياً سيستمر حتى نهاية عام 2023، مبيناً أنه قد يتم اتخاذ مزيداً من إجراءات خفض الإنتاج إذا ما دعت الحاجة لذلك. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد يوم من نفي السعودية العضو الرئيس في أوبك زيادة معروض النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا لتصل إلى 87 دولارا و97 سنتا، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتصل إلى 80 دولارا و27 سنتا للبرميل الواحد. وانتعشت الأسعار بسرعة كاملة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ملتزمة بتخفيضات الإنتاج ولا تناقش زيادة محتملة في إنتاج النفط مع منتجي النفط الآخرين في أوبك. وفي خبرنا الأخير، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1745 دولارا للأونصة، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى 1746 دولارا. وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين، وتوقف صعود الدولار مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة، كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.